تقاطعات الحداثة والعمود، رؤية وتجليات، هذا هو عنوان حملته الفعالية الثقافية الأولى التي نظمها مركز الكوخ الثقافي في محافظة أبين، تكريما للكاتب أحمد مهدي العولقي الأكاديمي الذي أثرى الساحة الأدبية بكتاباته التي تنوعت بين الصحافة والنقد، إلى جانب عمله كأستاذ محاضر في جامعة عدن. كانت لحظات التكريم جميلة، حيث أنها جاءت بعد سنوات من العذاب والإهمال والمحاربة والمحاكمة والتطفيش وشتى شنوف شتى صنوف المحاربات البشر، وكان قدر هذه المحافظة أبين أن يحارب فيها المبدعون بضراوة يعني، وأن لا ينالهم أي شيء من مظاهر التقدير على نتاجاتهم وعلى أبداعاتهم. الفعالية الثقافية التي جاءت احتفاء بالكاتب العولقي كانت أيضا بداية لتقاطعات حداثية من خلال رؤية ثقافية شبابية تجلت في مضمون المشاركات، حيث تنوعت بين القصيدة والسرد لكتاب وكاتبات من جيل الشباب في المحافظة. يقيم الكوخ الثقافي الفني هذه الفعالية الأمسية الشعرية تكريما أيضا للأستاذ أحمد مهدي السالم العولقي، وأيضا لاستقطاب مواهب جديدة في الكوخ وإظهار الإبداعات في أبين. يأمل الشباب القائمون على هذه الفعالية تجاوز التحديات المعيقة للعمل الثقافي والإبداعي، خصوصا وإن الإنتاج الأدبي والفكري والثقافي في محافظة أبين ما زال يواجه الكثير من التهميش من مؤسسات الدولة، وهو ما دفع بمنظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات إعلان تبنيها للفعاليات الشبابية في المحافظة في محاولة لانتشالها من واقعها المزري ومواجهة الركود الثقافي وتبني قضايا عن حقوق الشباب وحرياتهم، خصوصا في ظل توقف فعالية المؤسسات الحكومية وتراجع الجانب الثقافي في المحافظة خلال السنوات الأخيرة. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.